خلونا كمان نشوف نتائج وتفاصيل مباريات امبارح اللي اتلعب فيها ثلاث مباريات وشارك فيها منتخبات مهمه جدا. المغرب اسود الاطلس واجهت ناميبيا في مباراه صعبه جدا على استاد السلام. السنغال اسود التيرانجا، وهنقول ايه هي التيرانجا، واجهت تنزانيا على استاد الدفاع الجوي. والجزائر محاربه الصحراء الخضر واجهت كينيا على ملعب الدفاع الجوي. طبعا احنا بنحب، بما ان انت قلت يا مها، بنحب دايما نشوف الالقاب المختلفه للمنتخبات بشكل عام والمنتخبات الافريقيه، لانه الحقيقه ليهم كتير من الالقاب اللي بتعكس معاني كتيره جدا. يعني مثلا يمكن كتير منا ما يعرفش مثلا سر لقب القاب بالفرق، مثلا زي ما قلت انت اسود الترانجا مثلا، فهنلاقي انه منتخب السنغال بيسمى اسود الترانجا لانه الترانجا دي نوع، او يعني خلينا نقول كلمه بالسنغالي بتعبر عن حسن الضيافه. وكمان كانت في دوله بتحكم السنغال اسمها الولوف، اثناء حكم الدوله دي كان طبعا الثقافه هي الغالبه، فكان بيتقال كلمه الترانجا على فكره حسن استقبال الشعب السنغالي لاي ضيف يدخله بيته ويرحب بيه وكده، عشان كده سموا باسود الترانجا. المغرب بقى مثلا ملقب باسود الاطلس، وده نسبه للاسود اللي كانت بتعيش في جبال الاطلس لحد القرن العشرين وبعد كده انقرضت. وكانت الأسود دي بتتميز بالشراسة الشديدة والضخامة، وكانت الأسود دي بتعيش في جبال الأطلس الممتدة على طول أراضي المغرب. وزي ما شرح حسام في موضوع السنغال وقال إيه قصة أسود التيرانجا، وإن الكلمة دي برضو كان ليها قصة وحكاها لكم يعني من شوية، وهي كلمة بتنتمي للغة اللوف والولوف عفوا، دي دولة كانت بتحكم السنغال في القرن ال14، بتعني الكلمة دي حسن الضيافة الكبير لضيوف البلد. زي ما قال حسام أنا مش عايز أعيد الكلام تاني يعني. بس كمان ألحق بها الأسود لأن هم في الدولة دي أيضا كانت بتحارب البرتغاليين لما جم أفريقيا، فكان برضو أسلوب الحياة أن هم أسود وأقوياء في نفس الوقت، محاربين لكن بيتميزوا نفس الوقت بالكرم والأصالة والقوة. أما بقى محاربو الصحراء الخضر، طبعا هو لقب المنتخب الجزائري الشقيق وتم تسميته بالاسم ده، طبعا عارفين قصة كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي. وطبعا الجزائر معروفة كمان بمساحتها الشاسعة طبعا اللي بتشكل فيها الصحراء نسبة تقريبا 80% من مساحة دولة الجزائر، وطبعا كانوا معروفين بالمقاومة والبسالة الشديدة، عشان كده دايما بيسموا بمحاربو أو بمحاربي الصحراء.